تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم. هذا الفنان الرائع الذي ساهم بأعماله الفنية المتميزة في رسم الابتسامة على وجوه المشاهدين منذ بداياته مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح وحتى رحيله في مايو من عام 2021. البؤساء. سمير غانم فنان كوميدي من الطراز الأول، يمتلك رصيداً فنياً ضخماً ومتنوعاً من الأعمال الفنية الرائعة التي أسعدت المشاهدين. بدأت تحت عينيا ما لقيتش إرادة حنية، ولقيتني بعيط بهدوء واخد على خاطري وممزوق. شافني معلم كم متكلم لما لقاني بقول يا ويك ويك. ولد الفنان الراحل سمير غانم في 15 من يناير عام 1937 بمحافظة أسيوط، ومثل علامة متميزة في تاريخ الفن عبر نحو 160 فيلما و50 مسرحية و80 عملا للدراما التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء مع مجموعة من نجوم الكوميديا الستينيات والسبعينيات أو كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات. التقى سمير غانم بعد تخرجه من كلية الزراعة بكل من الضيف أحمد وجورج سدهم ليكون معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي قدمت عددا من الأفلام والمسرحيات الناجحة قبل أن يشهد عام 1970 نهاية الفرقة بسبب وفاة الضيف أحمد، ليتجه سمير غانم مع جورج سدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات من بينها مسرحية المتزوجون، كما شارك في العديد من الأفلام منها خلي بالك من زوزو ومغامرون حول العالم وبنت اسمها محمود وممنوع في ليلة الدخلة. مين اللي لطش سندوتش الفول بتاعي؟ ها؟ لازم تعرفوا ان انا من النوع اللي بضرب وفي نفس الوقت بنضرب، مفهوم؟ العبوا تاني. في ثمانينيات القرن العشرين بدأ اسم سمير غانم يلمع في سماء الفوازير، حيث قدم وقتها سلسلة فوازير فطوطة شهيرة من خلال شخصيتي سمورة وفطوطة، وتعد من أهم وأشهر الفوازير التي ارتبط بها الأطفال والصغار في مصر والوطن العربي. فطوطة إيه رأيك؟ احذر تعيد هداني أنا بحذر، فاتت عليك وحطت منظر وذلك إلى جانب تواصل تميزه في أعمال سينمائية رائعة من بينها أذكياء لكن أغبياء والبعض يذهب للمأذون مرتين ويرب ولد. لا صح اتنين، الفلوس ما بتعملش رجالة حاجة، الرجالة هي اللي بتعمل الفلوس. ما احنا ثلاث رجالة ومعنا فلوس. تزوج الفنان الراحل سمير غانم من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وأنجب ابنتين هما دنيا وأمل التي تشتهر باسم أمي، وتوفي الفنان الراحل سمير غانم في 20 من مايو عام 2021 نتيجة لمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.